كمية الحركة والدفع. لاحظ حركة هذه السيارة. سوف نتعرف الآن على كمية جديدة تسمى كمية الحركة، وهي كمية متجهة واتجاهها نفس اتجاه السرعة، وهي تساوي الكتلة في السرعة. ومن القانون الثاني لنيوتن نجد أن الدفع يساوي التغير في كمية الحركة. إذن فقد وجدنا تعريفا جديدا لكمية التحرك، وهو أن التغير في كمية التحرك يساوي الدفع المؤثر على الجسم خلال زمن معين.